لو قلت لها ان في واحد اسمه فلان الفلاني ده مشهور جدا على الفيسبوك ممكن ما يبقاش عارف ده ليه مريدين كتير او معجبين كتير، ممكن الناس ما تبقاش عارفاه، ما تبقاش عارفه اثبات الشهره. كمان مختلفه عن الشهره من الميديا اللي كانت موجوده زمان للشهره من خلال عالم السوشيال ميديا. علشان كده المجموعه النهارده اللي هم دي في المنصه اللي هيناقشوا المواضيع الخاصه بالسوشيال ميديا وتاثيرها على المجتمع هم مجموعه من الناس اللي عندها افكار ايجابيه للسوشيال ميديا، ازاي قدرت تستغل السوشيال ميديا في طرح افكار ايجابيه على المجتمع. غير طبعا ان لو انتم كلكم ملاحظين الايام اللي فاتت حتى لما كان في مشكله خاصه بالتحرش او بمشاكل المراه في مصر كانت السوشيال ميديا ده عنصر اساسي في توضيح المشكله، في ان احنا نشاور على الشخص اللي عمل كده، ان احنا نعمل ضغط من السوشيال ميديا على المجتمع انها تحاسب الشخص ده. بقى في ضغط دلوقتي على النائب العام انه يختار قضايا زي دي ويبدا يفتحها ويتكلم عنها. فالسوشيال ميديا لها تاثير قوي ملوش منازع، يعني كده كده موجود هذا التاثير. فتعالوا نناقش من منطق الدردشه مش من منطق ان احنا مش هنقول حاجه انتوا مش عارفينها، لا احنا اللي بنناقش ده كلنا عايزين نوصل للحلول. هل نقدر نبقى ملهمين لبعض في بعض الافكار الايجابيه اللي بنستفيد منها السوشيال ميديا لتغيير فكره التعامل معاه بين الفكره الاستهلاكيه للفكره الايجابيه؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. احنا معانا مجموعه متميزه جدا واصحاب مشاريع، نهدي كل واحد منهم فرصه 10 دقائق على المنصه انه يشرح لنا وجهه نظره او مشروعه، وبعدين هنفتح المجال للمناقشه. وانا اتمنى ان المناقشه هي تاخد وقتنا الاهم، ان احنا نتناقش مع بعض، فلازم نديهم فرصه يطرحوا لنا الافكار علشان نقدر نتناقش معاهم. ونفتح الموضوع من منطق الدائره المستديره، ان اللي عنده فكره يقولها قد نضيف الى بعض، مفيش حد هو يملك المعرفه الكامله، احنا بنتبادل مع بعض المعارف. فتعالوا يعني نحط على الترابيزه كل ما نملك من المعرفه حوالين هذا الموضوع. اسمحوا لي النهارده ان انا اقدم الدكتور فتحي شمس الدين. هو دكتور، هو لسه طبعا بنبارك له كلنا لسه في جائزه الدوله التشجيعيه على كتابه. فهو يعني عنده طرح مختلف برضه في المجال الخاص بالمنصات والسوشيال ميديا والعالم الالكتروني. احنا هنبدا بيك، هتيجي عند المنصه جنبي تبدا تقول كلامك، وبعدين تقابل بقى الاسئله لان في زخم من المعارف هيسالوك اسئله انا مش عارف اجاوبها. هقف جنبك لحد ما تطلع المنصه. دكتور فتحي شمس الدين اهلا وسهلا بيك، اتفضل. هو يعلم عنك اكتر ما انت تعلم تعرف عن نفسك.
شبكات التواصل الاجتماعي تأكدنا بنتعرف عنك كل حاجة، بتعرف انت بتنام امتى، انت بتصحى امتى، انت بتحب تاكل ايه، انت بتروح فين، مين دايره اصدقائك. والاكتر من ده زي ما اشرت لحضراتكم ان هي بتعرف عنك اكتر من نفسك، هي بتعمل اناليسز لطبيعه شخصيتك، بتقدر ان هي تعرف توجهاتك الفكريه، توجهاتك السياسيه، بل والعكس ان هي كمان بتقدر ان هي تاثر عليك من خلال ان هي تفتح لك مجموعه من الطرق ومجموعه من وسائل التفكير، اي بمعنى ان هي تقودك للتفكير في اتجاه معين. بالطبع من اخطر النماذج او من اخطر الفئات اللي بتتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي هم الشباب، وتحديدا في الفئه العمريه من نقول مثلا احنا دلوقتي المجتمع المصري تقريبا اكثر من 70% منه بيصنف تحت فئه الشباب. انت عندك الطفل من اول ما يعني يستطيع ان هو يستخدم الهاتف المحمول بيبتدي ان هو يدخل يتعرف على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني انا مش ببالغ لما اقول ان طفل اقل من سنتين بيقدر ان هو يدخل على اليوتيوب ويتفرج ويدوس على اي من بتاعته وان هو يبتدي يتفرج عليها. وطبعا اللي عنده اطفال صغيره هيقدر يكون فاهم الجزئيه دي. فاحنا بالتالي بنتعامل مع وسيط ما عندهوش رقابه اطلاقا، بنتعامل مع وسيله الدوله المصريه حتى الان بكل صدق لا تملك اي نوع من انواع السيطره عليها. فبالتالي بنبقى معرضين دايما للاختراق الفكري، للاختراق الثقافي، بس عدد من المفاهيم وعدد من الافكار اللي ممكن تكون غير متوافقه مع طبيعه المجتمع المصري من جهه، ومع طبيعه الاسره المصريه تحديدا من جهه اخرى. وجهه نظري الشخصيه عشان ان احنا نقدر نتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي لكي تكون بيئه امنه للمجتمع المصري وتساعد في بنائه من جهه، وتكون بيئه امنه للفرد المصري ونسقه القيمي والثقافي، يجب علينا ان احنا يكون عندنا مشروعين اساسيين. المشروع الاول هو يجب ان نتيح فرصه لخلق مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو بيطلق عليهم الانفلونسرز او البلوجرز او اليوتيوبر او صانع المحتوى او ما شابه، لدعم توجهات الدوله والمجتمع. وليس هنا انا اتحدث عن توجهات الدوله السياسيه، لا، انا اتحدث عن توجهات الدوله الفكريه، توجهات الدوله الثقافيه، التوجهات التي يعني تصنع شخصيه مصريه تستطيع ان تتعامل مع المستقبل. فالمشروع الاول يجب ان تقوم الدوله ممثله في وزاره الاعلام او تقوم تحت اي جهه من الجهات المعنيه، وزاره الثقافه، ان تتبنى مبادره لخلق ودعم وصناعه مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات. للاسف اذا وجدنا المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في المجتمع المصري سوف نجد ان المحتوى الفكاهي والمحتوى الغير ثقافي في المقام الاول هو الاكثر انتشارا. توجد بعض التجارب المنتشره ولكنها ليست التجارب الغالبه. المشروع الثاني يجب ان تكون هناك حمله حقيقيه لبس الاستخدام السليم لشبكات التواصل الاجتماعي. كيف نتعامل بصورة آمنة مع شبكات التواصل الاجتماعي والبيئة الرقمية بشكل عام حتى لا يقع فريسة للمستخدم للاختراق، التحرش الجنسي والابتزاز الالكتروني. يعني انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا الالعاب الالكترونية اللي الاطفال بيستخدموها هي من اكثر الاماكن اللي بيتعرضوا فيها للتحرش. يعني بعض الالعاب اثبتت يتم اصطيادهم من خلال عدد من المتحرشين وتعرضوا لهم، فده خطر كبير جدا. المقاطع الفيديو اللي موجوده على شبكه اليوتيوب على سبيل المثال، الاطفال بتتعرض اليها وهي توجد لديها افكار هدامه للمجتمع المصري مثل فكره المثليه الجنسيه على سبيل المثال. فيجب ان تكون هذا المشروع او هذه المبادره ان تقوم على كيفيه الاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي بصورة سليمة، خاصة لدى النشء ولدى الشباب في المدارس وفي الجامعات وعلى مستوى كبير جدا. يعني أنا بحاول ألتزم بقدر كبير بالعشر دقائق الممنوحة ليا، فكي أكمل حديثي وأضع ملخص ليه، الدولة
الدولة المصرية هي دولة شابة، أكثر من 70% من المواطنين المصريين هم مواطنين من الشباب. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أصبح جزء من أسلوب حياة المجتمع المصري، تقريباً ما حدش يقدر إن هو يستغنى عن شبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت بتعرف عنك أو عن المستخدم تقريباً كل شيء، وبتعرف عنك أكتر من اللي أنت بتعرفه عن نفسك. لازم إن إحنا نكون حريصين في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ونطرح تجربتين أو مبادرتين أو مشروعين. المشروع الأول خلق مؤثرين للدولة المصرية على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف المجالات، والمشروع الثاني وهو حماية وتوعية المستخدمين خاصة من الشباب لكيف يستخدموا شبكات التواصل الاجتماعي. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي إن أنا أشير إلى أن الدولة المصرية أبرز أو أكثر تجربة ملائمة لها هي التجربة البريطانية. بريطانيا عملت تجربة جميلة جدا في السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هنا ليست سيطرة معلوماتية ولكنها سيطرة ليست سيطرة أمنية ولكنها سيطرة معلوماتية. هي لديها زي مكتب أو نقدر نقول وزارة مصغرة تتبع لوزارة يعني في مصر من الممكن أن تتبع لوزارة الإعلام. هدفها هو التأكد من الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ولديهم عدد من التقنيات سواء من تقنيات التأكد من صحة الفيديوهات التي تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى الصور من خلال أنها تقدر تتحقق منهم. واسمحوا لي ولكل الناس اللي بتشوفنا على البث المباشر دلوقتي، احنا زمان كنا بنقول ما تتأكدش من المعلومة غير لما تشوفها وتسمعها بودنك. لا، الوضع دلوقتي بقى أكثر خطورة. انت ممكن تشوف المعلومة وتسمعها بودنك وتبقى معلومة مش حقيقية. في تقنية اسمها تقنية الديب فيك. الديب فيك يستطيع اللي يستخدم التقنية دي ان هو يغير يعني يخلي واحد يتكلم بصوته بنفس تون الصوت بنفس الشكل بنفس وشه بنفس حركاته، ويقدر ان هو يغير المحتوى بتاعها تماما. فالامر بقى خطير جدا على شبكات التواصل الاجتماعي في المعلومات اللي بتنشر اليه. وانا مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، واشكركم بصوره يعني حاولت ان انا اغطي الموضوع بصوره سريعه جدا. اشكركم. انت ظلمتني، تعبت لسه قدامك 4 دقايق. شفت؟ شكرا دكتور فتحي. شكرا دكتور فتحي شمس الدين، بشكرك جدا، شكرا جزيلا. كمل بقى هناك، كمل بقى هناك عشان ما تنساش. تنسي دلوقتي كتير، قلت 4 حاجات يا ربنا. دلوقتي احنا ممكن طبعا فوق الفرصه تخلي جيل مؤثر من صلاح الدواء ده موضوع ممكن نحطه اصلا في التوصيل، لان احنا هنبقى محتاجين نشتغل على البني ادمين اللي عاملين كده. دي فيك ده مشكله. انا دلوقتي ممكن اتبرع من اي حاجه، حد يقول لي ده طلع اقول لا مش انا، ده معقول ممكن كويس انا قلت لي ما يحصل اي حاجه. فانا مطمن. الموضوعات بقى اللي يتم السيطره عليها بشكل معلوماتي مش بشكل امني، اعتقد ان ده برضه محتاج مننا تطور معلوماتي كبير شويه ربنا يسهل. طيب هنسمع برضه دور او راي الاعلام في موضوع السوشيال ميديا ومنافسته بالاعلام من خلال الدكتور حسين حسني. اتفضل دكتور. السماعه بتصفر من غير ما يبقى مايكي مفيد. ماشي. مساء الخير. بداية يعني أنا سعيد جدا إن أنا موجود مع حضراتكم، وأنا غالبا أعرف يعني 90% ممن يحضرون في القاعة في هذه اللحظات واللي ما أعرفكمش برضه، فأنا سعيد إن أنا تعرفت عليهم. أنا أريد أقدم شكر خاص جدا لأخي وصديقي الأستاذ أحمد السيد مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. في الحقيقة مشكلة القدوة سواء على مستوى الهدم أو على مستوى البناء هي مشكلة ليست وليدة اللحظة. هذه المشكلة بدأت في الإعلام وتحديدا في السينما يوم أن قدم الطبيب على أنه شخص مرتشي، ويوم أن قدم المهندس على أنه شخص شاذ، ويوم أن قدم
أمين الشرطة كما في شخصية حاتم على سبيل المثال، على أن هذه هي الصورة النمطية السائدة في المجتمع. ليس كل الأطباء مرتشين، وليس كل المهندسين فسدا. كل ما حدث هو أن المنتجين القائمين على الأعمال الفنية في هذا التوقيت في سعي منهم وراء تحقيق الربح كانوا يسلطون الضوء على نماذج اجتماعية بعينها، ويقدمون هذه النماذج على أنها هي السائدة في المجتمع. وبالتالي هنا أسئلة كبيرة بتطرح: لماذا تم تسليط الضوء على الفشلة ولم يتم تسليط الضوء على الناجحين؟ الإجابة باختصار شديد هي مسألة مادية بحتة، لأنه النماذج السيئة في قصتها وفي حكاياتها ما يجذب وما يثير انتباه المشاهد. أما الشخصية الناجحة من وجهة نظر المنتجين والقائمين على الأعمال الفنية ليس فيها ما يثير حفيظة هذا المشاهد، يعني زي ما بيقولوا ما فيهاش أكشن كده زي ما احنا عارفين. كل ما حدث أنه وسائل التواصل الاجتماعي الآن بتسير في نفس الاتجاه، تبحث عما هو شاذ في المجتمع وتسلط الضوء عليه لتحقيق الربح، ليس كما كانت تحصل عليه السينما عن طريق شباك التذاكر، ولكن عن طريق الفولورز أو المتابعين. كلما ازداد عدد المتابعين كلما ازداد الربح، وعدد المتابعين يكون من خلال عرض قضايا مثيرة تحدث نقاش وجدال بين الناس. يعني مسألة المثلية، كثيرون لا يعرفون من هم المثليون على سبيل المثال، فيضطر ان هو يشاهد مع استخدام بعض العناوين المثيرة. يعني يجيب لك صورة شخص معين او مقطع فيديو لمدة 10 دقائق، شوف الست بتقول لجوزها ايه في السيا مش عارف ايه، طلب منه طلب ما كانش يتوقعه. شوف الراجل المفتري عمل مع مراته ايه. فانت تضطر كمشاهد ان فضولك يدفعك لان انت تشوف. وبالتالي لم تكن هناك مساحة في الفن المصري والفن العربي بشكل عام على ان تقدم القدوة لهذا المجتمع. كل ما تم تقديمه هو الشخص الفهلوي الذي يستطيع ان هو يخدع الاخرين، عكس ما اذا نظرنا الى السينما الامريكية سنجد انه بيتم تصوير الافلام والمسلسلات في افضل الاماكن، بينما انت هنا في مصر بتصور العشوائيات وتختار الأماكن التي تبرز مصر في صورة سيئة، وهذا بيضع علامة استفهام كبيرة جدا. الأمريكي يخرج وتشاهده في التلفزيون على أنه شخص بكامل صحته وبأنه شخص مفتول العضلات. أما السينما العربية فتقدم لك هذا الشخص على أنه هزيل وهفتان ويقدم خطوة إلى الأمام ثم يعود 100 خطوة إلى الخلف. كنا نتابع ذلك في حرب العراق. وسائل الإعلام الأمريكية وصل بها الأمر إلى أن كانت تستخدم زوايا معينة من التصوير حتى يظهر الجندي الأمريكي بحجم أكبر من الحجم الطبيعي. وأعتقد أنه في البعض مننا بيعرف القصة دي يعملها إزاي. إنما وسائل الإعلام عندنا لا تفكر في هذا الأمر. هو وصل به التدقيق لأن يصور الجندي الأمريكي من زاوية معينة حتى يظهره بأنه شخص قوي وشخص عفيف، وهذا بيساهم في تشكيل الصورة الذهنية لدى الناس، لأنه هو يعلم
أنه سواء كان تصوير هذا الجندي في الواقع أو في مسلسل تلفزيوني أو في فيلم سيكون له صدى لدى الناس، لأن السينما بشكل عام هي حركة، وهذه الحركة قد يكون لها رد فعل إيجاباً أو سلباً. هو يريد بالدرجة الأولى أن يحصل على رد الفعل الإيجابي وليس على رد الفعل السلبي. هناك مشكلة في غاية في الأهمية. طبعاً عايز أنوه إن إحنا يمكن بدأ السينما المصرية والإعلام المصري، يعني عايز أقول إنه يفوق في الفترة الأخيرة. يمكن إحنا لاحظنا ده في تسليط الضوء على بطولات بعض الشخصيات العظيمة من القوات المسلحة، كما تابعنا شخصية المنسي، شفنا فيلم الممر، ده هو اللي كان مطلوب وليس شخصيات الفاسدين. أنت بتقدمها بتقول بأنه لكي أعالج قضية معينة، لكن ما حدث هو أنه في بعض الأحيان بيتم عرض الشخصية وما ترتكبه من مساوئ ولا تقدم لنا في نهاية المطاف الطريقة للعلاج. يعني إذا كان من يدعي بأنه كيف لي أن أشتبك مع قضايا المجتمع دون أن أعرض هذه النماذج السيئة؟ لا، أنت نفذت الجزء الأول، عرضت لي هذه النماذج السيئة وماذا فعلت، لكنك في نهاية المطاف لم تقدم لي طريقة العلاج. في كثير جدا من الأعمال الفنية هنجد أنه يعني التركيز بيكون بشكل كبير جدا على الشخص اللي هو السيء. طب ما في الناحية الأخرى اللي جاءه في البيت ده في شخص محترم جدا وليه قصة، وهذه القصة تستحق أن تروى، وبالتالي لماذا ركزت على هذا الشخص ولم تركز على ذلك؟ فيما يتعلق بالسوشيال ميديا، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان نتيجه تاخر وسائل الاعلام التقليديه من صحافه واذاعه وتلفزيون في مواكبه احداث معينه، السوشيال ميديا وجدت الطريق ممهد امامها لتقوم بدور الاعلام البديل. على سبيل المثال شخصيه زي الدكتور محمد مشاري طبيب الغلابه اللي هو في طنطا، هل الإعلام التقليدي من إذاعة وتلفزيون وصحافة بادر بأن يسلط الضوء على هذا الرجل ويقدمه كقدوة لشباب الأطباء ولصنف معين من هؤلاء الشباب اللي كشف بتاعه بيتجاوز 500 أو 600 جنيه أو دي أموز تمام؟ دول عربية كتير خوف شباب كده وبتاع في اللغه العربيه حلو فهمت بس تمام صح لم اتفضل لم يتم تاخرت وسائل الاعلام التقليديه كثيرا في تسليط الضوء على طبيب الغلابه، وبالتالي اتجهت وسائل التواصل الاجتماعي ان هي اللي تسلط الضوء على الراجل ده. فمن هنا بنقول ايه؟ انه وسائل التواصل الاجتماعي ليست كلها شرا خالصا استاذ احمد، ولكن هناك فوائد اذا تم استثمارها الاستثمار اللي هو الصحيح. ازاي يتم الاستثمار الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي؟ هتديني دي واحده؟ لا طبعا ولا تديني؟ لا طيب اولا انا زي يعني مجلس الشعب عندي بس عندي زمان ارجع عندك عندي طيب اتفضل اولا دايما احنا بنقول بانه الجمهور الواعي لا يمكن الخشيه عليه ابدا. الجمهور الواعي انت ما تخافش عليه، خلي عندك جمهور واعي واعي اوكي، خلي فيه مضامين تتعرض عليه وبعد كده هو اللي يقدر يفرز. لكن انا ما اقدرش النهارده اتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي ما يذاع ومن يذيع وبأي طريقة وفي أي وقت. فالرهان أصبح لا على قوانين ولا على غيره. الرهان الحقيقي هو على وعي الناس. لأنه يعني ندوة زي اللي احنا عاملينها النهارده دي، أما الناس تشوفها وتعرف إنه
كتير جدا او 99% من المواد التي تعرض على السوشيال ميديا الهدف منها هو جمع الاموال على ظهور الناس وتحديدا المشاهدين اللي هم بيشوفوا هيعرفوا هو جاب لي ده ليه. ده ناهيك عن انه بعض المضامين بيكون الهدف منها مش جني الارباح الماديه، لا، هناك اسباب كثيره اخرى زي بعض وسائل الاعلام التقليديه التي تبث محتواها من دول معاديه لمصر، ولان بعض هذه القنوات لا تظهر هنا فيضطروا الى اللجوء الى الابواب الخلفيه بتحميل هذه المواد على صفحات معينه لكي تصل اليك انت هنا في مصر، وبالتالي اصبح هناك هدف سياسي خبيث من دول معاديه لدولتك. ليس بالضروره ان يحقق ارباح، وان كان هو بيحقق الهدفين في وقت واحد، بيحقق نسبه مشاهدات عاليه وفي نفس الوقت بيحقق الهدف الاسمى وهو الهدف السياسي. طبعا انا كان نفسي النهارده تكون موجوده زميلتنا الاستاذه اسماء رؤوف، لانها هي من النماذج في الحقيقه اللي هي بتقدم محتوى كويس جدا. هي بتعمل ايه؟ ممكن تكون بتحقق الاثنين. اولا هي بتخدم بلدها، كون ان هي بتصور الاماكن السياحيه والتاريخيه اللي موجوده في مصر، ممكن تحقق الهدف المادي في نفس الوقت لانه عندها نسبه مشاهدات كثيره. طبعا استاذ احمد خلاص كده كفايه، مش قادر اقول لك المايك. طيب شكرا جزيلا. شكرا دكتور. ألف شكر للدكتور حسين حسني مذيع قناة الغد وأستاذ الإعلام بجامعة الدكتور، ويعني والله ده كل الجانب السلبي من السوشيال ميديا وإنها كانت سبب في كوارث كتيرة، وده برضه وجهة نظر مختلفة. أعتقد إن صاحب البساط في الميديا اللي حصل في مصر مايك واحد ومتصفى عشان تسمعوا الكلام، ما بحبش الناس اللي ما بتبقاش بتفكر، ده توتر عشان نعرف نتكلم. فعلا اهتم صاحب البساطة عليه، حتى في اوقات وقت من الاوقات كانت الدبلجه بتبقى مضطرة. احمد غير مايك. يوقف السماء. سنة. اشكرك. انت طالع في الرسالة المباشر اللي بتوطي السماء تعمل عمل وطني في مصر. ايوه برافو عليك شكرا. لو اشتغل الدنيا دلوقتي مش هيعمل حاجة عشان بس بتشوفوا نظريتي ان الدنيا السماعة. ماشي. نفسي يعمل حاجة كفاية بس. حسبي الله. المهم فعلا في وقت من الاوقات ما كانش بيتوافق على عمل اي دوبلاج لاي عمل للاطفال الا خليجي او شامي. كان في قصديه في انه يتم سحب البساط من العاميه المصريه اللي كانت مسيطره على كل الميديا في الوطن العربي. كان الراجل في المغرب او الجزائر يقول لك في عربي من افلام عادل امام، من افلام مش عارف ايه، لانها كانت مسيطره سيطره قويه جدا. وتم من احدى الشركات الكبرى انه لازم يبقى الدوبلاج للاطفال يا خليجي يا شامي، وده حصل من فتره. لما بعد شويه مشينا على امتداد هذا البساط اللي اتسحب من تحت قوه مصر الناعمه الخاصه بالعاميه، اتسحب على كل حاجه، بقت المنصات كمان انت ما عندكش حكم عليها، بقت الدوله ما بتقدرش تتكلم في موضوع المثليين لان اي ولد هيدوس على زرار هيعرف الموضوع بيتكلم عن ايه، بقت في كل الحاجات دي. نشكر طبعا الدكتور حسين على اللي قاله، النظره الكئيبه والمليئه بالمأساة، وده طبعا هي حقيقه الامر. تعالوا نشوف حاجه ايجابيه بقى، حد من اللي قدر يستفاد من وجود السوشيال ميديا ويعمل لنفسه منصه تقدر تبرز مواهبه، المواهب الفنيه الاول لان هو اللي بيقدم المحتوى، وكمان اختار انه يقدم المحتوى ده محتوى مرتبط بالكتب شويه، بالمعلومات العامه شويه، بالنولج شويه. لو اتفرجوا على كليباته او يعني صفحته هتلاقي دايما عنده كلام سريع وسهل وسلس وبيوصل للدماغ بسرعه وبيديك معلومات كتير عن نفس الموضوع. رحبوا معايا الاستاذ الدكتور مايكل راشد، اتفضل تطلع المنصه وتقول عايز حاجه تستخدمها من اللابتوب ولا حاجه؟ عايز تذيع حاجه؟ اديني فرصتي. لو عايز ننزل فيديو مش مشكلة بعدين. طيب مايكل عنده منصة اسمها الزيتونة. الزيتونة بتقدم محتوى ثقافي، بدأ في الأول أو بيتهيألي كانت البداية كتب، كان يلخص لك الكتاب في حاجة، وبعد كده اتجه لحاجات
حاجات فنية بنعملها فيزيكال اكت صح؟ اسمه ايه ده؟ السكيلز اللي بيستخدمها الناس وهي بتتكلم وهي بتعبر وكده، وعنده كليبات كتيرة قوي في نفس المنطقة، وأنا شخصيا لقيت إن فيها كتير من المعرفة، المعلومات اللي هو بيقولها مستفيدة وكتير. اتفضل. أولا يعني مشكور طبعا يعني على دعوتي لحضور اللقاء دي. زي ما كنت بتتكلموا شوية، وأنا دخلت في حتة الصراحة كنا بنتكلم على السوشيال ميديا، الأستاذ حسين دبان بيتكلم على السوشيال ميديا إزاي إن هي أثرت يعني أو ليها تأثير كبير على الـ على على الشباب يعني، تأثير يعني على عقول الشباب. أنا هكلمكم من واقع بقى إن أنا أصلا أوريدي شغال بقى في الموضوع ده، أوريدي يعني بشتغل بقى في موضوع السوشيال ميديا بقى فترة. هو في الأساس أنا كنت عادي يعني ليا شغل تاني، أنا خريج صيدلة بيزاوية يعني، أنا صيدلة القاهرة. فهو يعني أنا شغال خالص بالسوشيال ميديا يعني، وكانت بداية السوشيال ميديا زي معظم الناس اللي هو لازم تبتدي حاجة بتحبها. أنا بحب مثلا كتب من زمان، فقررت إن أنا أبتدي مثلا تلخيص كتب، ده كان أول برنامج اللي هو ذاته يعني. بعد شوية تدرك إن أنت في عالم تاني خالص، وتدرك إن أنت عشان يعني تبقى أنت موجود في العالم ده بشكل كويس وبشكل الناس تقدر تشوفك فيه والكلام ده كله، أنت لازم تكون متفرد بيه. وتدرك كده في وقت من الأوقات إن السوشيال ميديا هي عمل زي أي عمل موجود، والنظر طبعا على نظرة المجتمع للناس اللي شغالة في السوشيال ميديا يعني. هو ساعات يعني بيشوف إن هو الراجل ده يعني العمل بتاعه غريب شوية، كان ديفاين يعني، هو الراجل ده بيشتغل في الوقت، إلا إن هي عمل موجود وناس كتير جدا دلوقتي بقت شغاله فيه، شلنا ما بينه بغض النظر عن المحتوى او جوده المحتوى او اي حاجه بتقدم فيه. تمام؟ ده بالنسبه لفكره السوشيال ميديا يعني، وابتدت فيها ازاي والكلام ده كله. طيب في السكه بتاع السوشيال ميديا يعني، يمكن يعني الحاجات اللي انا ممكن اهايلايت عليها يعني، بما ان احنا بنتكلم عن ندوه، بنتكلم عن الشباب والسوشيال ميديا وبنتكلم عليها ضمن الوزاره يعني، فيمكن من الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها يعني، الحاجات اللي انا كنت فكرت ان ممكن نتكلم فيها، هو دور الدوله بقى في دعم الناس بتشتغل بيه في السوشيال ميديا. طبعا كل الناس اللي فيه بالظبط يعني، دي حاجه انا شخصيا بقى بحسها يعني، من ساعه ما ابتديت في الاول انت تحس ان انت ايه، الخطوه بتاع السوشيال ميديا جت قبل شويه ادراك الدوله للسوشيال ميديا هيكون عامل ازاي، فده خلق جاب شويه ما بين الناس اللي بتشتغل بيه في السوشيال ميديا وبين الدوله ومؤسسه الدوله. ويمكن الندوه دي يمكن تكون افضل او يعني اكثر فائده ليها، هو ان احنا نحاول نقفل الجاب دي شويه، تخلي الشباب اللي بيعملوا حاجه الدوله تشوفه، وتخلي الدوله تشوف يعني ممكن نعمل ايه للشباب دول. لان زي ما قال الاستاذ حسين، هو في مشكله ممكن يكون في شويه منصات اعلاميه بتقدر تستخدم سوشيال ميديا وتقدم محتوى ممكن يكون فيه كونتنت كويس، بس ممكن ازرع فيه في النص شويه ايديولوجيز او شويه افكار من شانها ان هي مثلا تقلل مثلا الانتماء الوطني، من شانها مثلا هي تاثر على اقتصاد البلد، من شانها انها حاجه كبيره جدا، وفي وسط حاجات تبان ان هي جميله ولذيذه ومعلومات موجوده بطريقه مختلفه والكلام ده كله. ويمكن فيها مساله كتير على الموضوع ده مش هنقدر نتكلم فيها يعني. نعم فكده كده الانسان القماشي بيتقطع في المشي. مش هسجلها على يمكن شويه من الحاجات اللي بتفرق يعني، هو سبورت الدوله للشباب اللي بيعملوا حاجه على السوشيال ميديا. وتعالى الخص لك الموضوع ده في زي رحله كده من اقول لك مثلا ادراك الدوله للسوشيال ميديا كانت عامله ازاي؟ يمكن يعني احنا مش بنقول الدوله طبعا يعني صرف يعني طبعا احنا في الوزاره اكيد، فبس اقول لكم الرحله نفسها عامله ازاي بالظبط؟ انا معجب بادائك كده، احنا مش هنقول الدوله عشان احنا في الوزاره، بس هي الدوله فيها مشكله. لا هو المشكله، ما هو المشكله في ايه؟ يعني عشان في انظمه كتير تحت بعض فانت ما تفهمش هو فين المشكله، ما تقدرش تحط لها مشكله. يعني مثلا تعالى نحط ايدينا على المشكله ومش مهم ايه المتسبب فيها، يمكن احنا يبقى عندنا سوق معاكس ان احنا نعكس. هو السؤال اللي المفروض يجاوب عليه في الاول، هو الدوله مثلا او الوزاره او الكلام ده كله، هو عايزين يعملوا ايه بالسوشيال ميديا؟ عايزين يستخدموها ازاي او عايزين يطوروها ازاي لو هو اصلا في خطه تطوير؟ ده السؤال الاول. لو في خطه تطوير او لو الناس عايزه تعمل حاجه مختلفه او الناس عايزه ترغب بالناس اللي بتعمل محتوى معين مثلا على السوشيال ميديا، يبقى المفروض اكون بنافس حاجات شويه في الواقع. لو انا مش فارق معايا او مش فارق معايا مين يعمل ايه ومش فارق معايا الدنيا ماشيه ازاي، اللي يعمل محتوى كويس يعني، اللي ما يعملش اللي يعمل المحتوى اللي يعمل، لو كده ممكن اتليست مثلا اسيب باب مفتوح. لو انا بقى عايز اتحكم اكتر مثلا في اتجاه تاني، عايز اتحكم اكتر لو عايز امنع السوشيال ميديا عامه، لو عايز اتحكم في الحاجات اللي بتتقال، يبقى ممكن اتجه باتجاهات مختلفه. اللي حصل ايه؟ يعني اللي حصل ايه مثلا كان ده مثلا حوالي يعني يقول ايه؟ الخمس سنين فاتوا يمكن كانت البيك بتاع الموضوع كلها. الخمس سنين فاتوا يمكن كانت البيك بتاع الموضوع كلها، لان اللي حصل ان فجاه كده في فلو ستريم كده يعني من كونتنتس موجوده، من فيديوز، من الناس بتعمل حاجات كتير، وكله في الاخر ما كانش يعني ايه، يعني كان في خطوه من عدم الاويرنس يعني عدم المعرفه من الدوله ان في حاجات مثلا كتير طلعت، وده عادي حصل في كل البلاد يعني.
الخطوه بعد كده ايه او الليفل اللي بعد كده اللي احنا عانينا منه ايه شويه؟ ان كان في شويه ريستريكشنز او كان في شويه تعقيدات في حاجات كتير واجهناها احنا الشباب في الموضوع ده. يمكن يعني ابرزهم يعني ان زي ما قلت لك الموضوع عشان تكون انت ليك وجود فيه، عشان تكون الناس بتشوفك، عشان تكون انت حد مؤثر فعلا، انت هتاخد الموضوع كانه شغل. اي حد بياخده كانه يعني حاجه من الشغل ده ومش بيعمل فيه حاجه خالص، فلازم الموضوع تاخده كانه شغل. طالما شغل يبقى انا هتبقى فكر في ايه؟ في اجر اكيد، يعني اكيد كشغل انا هفكر في اجر لان ده شغلي في الاساس. يعني ممكن اكون بقدم محتوى كويس او انا شايف ان هو من نظر الناس ان هو بيفيد الناس، لكن مشكلتي الاساسيه في هو جيت بيت في الاخر. يعني ازاي المفروض الموضوع ده ينعكس عليا بقى بالدخل المادي بتاعي؟ فكان مثلا من الاول كده كان في شويه حاجات يمكن ليها علاقه شويه برضه بالانفراستراكشر او بالبنيه التحتيه للبلد، ان عشان انت تحولها فلوس من اماكن معينه من سايتس معينه زي اليوتيوب مثلا والكلام ده كله، كنا نواجه لغايه الموضوع ده على فكره موجود، تواجه مشاكل كتير جدا لان مفيش بنيه تحتيه بنوك مثلا معينه تقدر توفر لك ان انت الحاجات الفلوس ده جايه من عندي ولا جايه من عندي. لا لا تاثير الكلام اوكي هو حد اللي هو الكلام ده يا جماعه ولا ايه؟ لا لا في حد ممكن يقول له الكلام ده كانوا ايه؟ لا انت عارف الناس اللي بتدور على حلول يعني ما تقلقش. اوكي طيب فكان في يعني لغايه دلوقتي مثلا حاجات زي مثلا باي بال مثلا. يعني دلوقتي مثلا لو انا عايز اشوف حاجه من باي بال يعني اكيد الناس اللي بتعمل حاجات على السوشيال ميديا عارفين بتعذب كتير جدا. يعني ممكن ترانزاكشن يحصل قدامه 10 صفر. ليه؟ لان مفيش بنك هنا في مصر بيرفض الباي بال. ليه؟ حوار كبير جدا ليه علاقه بان في حاجه اسمها لاين، يعني في طريقه اسمها لاين من نقل الاموال، في طريقه اسمها واير، في كذا طرق، وطريقه الواير دي مش موجوده غير من خلال حاجات معينه. يمكن دلوقتي شويه البريد المصري ابتدى ان هو يعني يتدخل ويحل المشكله شويه، لكن ساعات بتقف. تمام؟ دي كانت مشكله مثلا لبنان. طيب دي ممكن نقول مثلا مشكله ايه؟ انفراستراكشر زي ما قلنا. شويه تاني كده وابتدت تطلع رومرز وابتدت تطلع اشاعات مش عارف منظرها ازاي، ان هيكون في مثلا ضرايب على الناس اللي شغاله على السوشيال ميديا، ضرايب على الناس اللي بتدخل حاجات من بره. طب ما انا اوريدي اصلا يعني الناس المفروض كلها عارفه ان اصلا اي حاجه بتجيلي انا اوريدي داخل على ضرايب. يعني انا اوريدي مثلا عندي مثلا كونتراكت مع يوتيوب مثلا، كونتراكت مع وات ايفر، انا بقدم كورسز في اي منصه، فانا اوريدي بدفع ضرايب بره. فالحاجات دي انا اوريدي بشارك بالضرايب بتاعتي. دلوقتي اتقال ان لا في مشكله دلوقتي ان انت ممكن تبقى بتدفع ضرايب ولسه الكلام ده مش عارف يتطبق ولا لا، بس انا محقق الناس طلع بقى له شهر خلاص. لا تمام اوكي. طيب لو واحد مصري لما ناخد ضرايب هتاخد تدفع فلوس وتدفع فلوس. طيب بس هو مثلا زي مش عارف انا ببشرك بس انا كده بتكلم في اداء الحكومه. اوكي انا كده هسكت خالص بقى. طيب بس عامه يعني كل ده والمحطات ده ليه؟ يعني ليه كله بيحصل؟ احنا مش عارفين بقى ليه الدنيا ماشيه بالاسلوب دوت. في شويه زي ما قلت لك كومبليكيشنز. يعني هو انت قلت حاجه مهمه جدا انه في لسه الدوله مش قادره تتعامل مع فكره المنصات. تعال نجينا بقى لحاجه ثانيه بالنسبه لك انت. انت قول لنا ايه تجربتك انت الخاصه بنجاحك في مشروعك الصغير اللي انت قررت انك تعمله؟ عشان ده ايه؟ هجيب لك الحاجه الايجابيه. السلبي اللي انت بتقوله ده كله قاله دكتور فتحي بس انا مش وقال شبهه ان يعني مفيش حد مسافر عربيا المعلوماتيه في العالم غير يمكن بقى على المعلومه مش بشكل عام. عشان بس تبقى فاتك خلاص يعني انا كده اديتك بس يعني ده تجربتك عشان احنا عايزين نعرف هل احنا نقدر نستفيد من السوشيال ميديا ان احنا نعمل. بص هو طبعا يعني هو مشكله السوشيال ميديا الاساسيه هي الابهار. وانس ان انت لقيت عنصر الابهار في اي محتوى انت بدات المحتوى ده وتقدر ممكن تعمله. ما هو الابهار ده قلت لك ده في ابهار تاني. هو عشان كده بقى هو الفكره ان يعني تيك توك في ابهار ده حقيقي ربنا يستر. ده حقيقي. هو الفكره ان انت بقى تعمل ايه؟ ابهار بفايده. دي المشكله يعني الاساسيه. هو في البدايه لما انا ابتديت يعني على اليوتيوب، انا كان بدايه اليوتيوب ستيل دلوقتي يعني هو ده المين ستريم بتاع اليوتيوب، كان فكرت ان انا بلخص كتب عليه. اوكي. ليها علاقه بقى بالسيلز والماركتنج وحاجات زي كده. لكن في جمهور من الشباب بيدور عليها في الفتره دي. لما تيجي بقى الشركات المالتي ناشونال بتاعتنا احنا بنشتغل فيها، نتيجه الناس على الاستراتيجيات بقى كل الحاجات دي، فالجمهور كان بيدور على ان هم يقراوا كتب. فدي كانت نيد. النيد دي يمكن كانت نيد مش باين هو على السيرفس يعني، بس كانت نيد يعني كانت ناس محتاجه الموضوع ده. فقلت خلاص انا هخش واقدم السوليوشن بتاعي اللي هو اقدم تلخيص كتب في خلال 10 دقائق. طيب عنصر الاخبار اللي هنا ايه؟ ان انت بدل ما تقرا كتاب مثلا يعني او بدل انت مثلا حد ما بيعرفش يقرا او يعني ما بتحبش القرايه، فبدل ما تستنى مثلا تقرا كتاب كله مثلا في اسبوع شهر وات ايفر انت بتخلص كتاب قد ايه، فانت ممكن تاخد الزتونه اللي موجوده جوه الكتاب ده في 10 دقائق. ده كان عنصر الاخبار ده عنصر الاخبار اللي انا كنت بركز عليه. طيب الموضوع ده ابتدى حوالي 3-4 سنين. كنت انا اوريدي شغال في شركه ادويه جنب الزيتونه يعني، لحد ما في
وقت كده طبعا في الاول انت عندك سنه كامله انت بتشتغل لو الوطن ما حد اشتغل سوشيال ميديا يبقى عارف الموضوع ده ان في وقت كبير قوي وكل ما انت تتاخر انك تطلع سوشيال ميديا كل ما ده معناه انت تاخد وقت كبير قوي قبل ما الناس تيجي تشوفك قبل ما تجيب فوليورز في السنه حوالي بعد سنه ونص تقريبا لما وصلت لعدد معين بص هو مش عدد معين حتى انت يعني بمفاهيم مثلا اليوتيوب مثلا واحد هنتكلم عن اليوتيوب هيقول لك مثلا عشان تبتدي انك تاخد فلوس لازم يكون عندك 4000 سبسكرايبر في خلال سنه وبيدخلوا مش عارف حوالي سوري 10000 سبسكرايبر في خلال سنه ويكونوا بيدخلوا حوالي 4000 واتش اور في الشهر او 4000 واتش اور في لو انت في الاخر انت حتى وصلت لكده في الاخر انت هتاخد ولا حاجه بالنسبه للمصريين انت هتصرف يعني 10000 كيلو كام؟ 10000 فلو يعني الناس بتتفرج عليك هي مش سبسكريبشنز بس هي سبسكريبشنز بتضمن لك عدد معين من الفيوز اللي انت ممكن تاخدها بس ممكن مثلا نقول افريج مثلا يعني لو انت جبت مليون فيو مثلا في الشهر ممكن انت بتتكلم في 1000 دولار حتى لو بيشتموا حتى لو بيشتموا بيشتموا طالما في فيو هو اليوتيوب ده عباره عن ايه؟ مؤسسه استثماريه هو راجل عنده اعلانات ملوش دعوه ويشوف مين الناس اللي عندهم حتى محتوى فتحط العلاقه بالمحتوى بس انت بقى تخش تشتمه تخش انت علشان انت بتتريق عليه تخش عشان تبقى فاهم عشان كده في ناس بتستغل الحاجات دي في ناس بتبقى عارفه ان احنا بنتابع عليها وفي ناس بتبقى عارفه ان احنا بنحب المحتوى بتاعه بس هو يستغل مكمل يعني لان هو بالنسبه له ده استثمار بالظبط يعني خلاص يعني بيجيب فلوس يعني هو ده الهدف الاساسي. فكره دي اللي انت عايز ايه في الهدف؟ انا بتاعتي اصل هتتسال بعد كده ف اوكي طيب كل الكوكشن لما تتسال الفكره في ايه بقى؟ ان انت حتى بعد ما بتجيب الحاجات دي وتبتدي حتى يبقى ليك ستريم والكلام ده كله علشان تبتدي تبني الكونتنت بتاعك يبقى بشكل احسن انت بتصرف عليه كتير فدايما اي حد شغال سوشيال ميديا يبان ان هو يعني بعد فتره يبان ان هو بقى ايه دخل فلوس كتير وكلام كويس بتاع كل حاجه بس انت اكشن بتصرف في الشهر يعني كتير جدا بتصرف بقى ممكن معدات بتصرف بقى لازم تعمل كده بتصرف ناس شغاله معايا بتطور بالظبط بتطور بتحس ان اللي داخل قبل الخارج عادي مهما كان يعني دايما داخل قبل الخارج عشان كده كان مهم في الاول ان انا اتكلم عن الموضوع اللي هو الريستريكشن بتاعت الدوله والحاجات دي كلها. Anyway يعني لو انت لو حد عادي يعني الناس دلوقتي حابه ان هي تبتدي في السوشيال ميديا عادي يبتدي مفيش مشكله بس خليك عارف بس ان انت كل ما تتاخر شويه كل ما الموضوع هيكون متعب في الاول انك تقدر تكمل فيه وخليك تبتدي الحاجه اللي انت بتحبها يعني دي النصيحه اللي انا بقولها للناس لان دي الحاجه اللي هتخليك تكمل طول ما انت عندك باشن في الموضوع اللي انت بتعمل فيه طول ما انت تقدر تكمل ريجاردلس يعني اللي انت هتشوفه من حواليك لان انت هتشوف الناس بتتجه لمحتويات ممكن تكون انت بتتعب وبتحضر وبتمنتج وبتصور وبتعمل كل الكلام ده وفي الاخر تحس ان انت مش النتيجه اللي انت مستنيها او انا قدمت محتوى كبير جدا على ان في الاخر مثلا في عدد بيشوفه من الناس في حين ان انت ممكن تشوف مثلا فيديو اي كلام او فيديو بعمله 2 3 مليون فيديو مثلا فتهبط يعني فلو انت بتعمل حاجه انت بتحبها يعني هتقف اكيد يعني بس خليك عارف في الاخر ان هو في الاخر محتوى كويس بيفرض نفسه بس على مدار الوقت يعني افتكر يعني اخر حاجه ممكن اقولها وبعدين ناخد اسئله افتكر مثلا ان انا كان حلمي مثلا ان انا اوصل لمليون فيو مثلا في اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي على مدار الفتره اللي فاتت يعني كنت بلعب كتير وبعمل حاجات كتير ليها يعني كويسه من وجهه نظري ابتديت اشوف الكلام ده بعدها بثلاث اربع سنين لان كده كده الاديوكيشنال او الحاجات التعليميه عامه بيبقى ليها الفولورز بتاعها الناس بتشوفها بس على مدار وقت غير مثلا لما حد يطلع مثلا باغنيه او حد يطلع بكليب مثلا مبهر كده في الاول وخبر صادم هنشوفه ده فنجيب كل الفيديو بتاعته في الاول بعد كده تلاقي الدنيا نامت غير الحاجات الاديوكيشنال يعني غير الحاجات الاديوكيشنال مع الوقت بتجيب مش محتاجه صبر بقى محتاج ان انت تقعد كل شويه تقعد نفسك كل الكلام ده وبعد كده توصل لقطه من اللقطات بس على الاقل تبقى راضي عن نفسك ومحترم نفسك ومقدر نفسك في المجتمع بتمشي مش متضايق بالظبط التاني بيبقى ماشي باصص بتاعه التاني مش بيبقى ماشي في المجتمع اصلا مصر يعني نشكرك مايكل الف شكر مؤسسه الزيتون الثقافيه على اليوتيوب ألف شكر ليك، طبعا تعالى على الترابيزة والعكسات في الآخر خالص بعد ما نخلص. أنا برضه تجربة تانية من حد قدر يستغل السوشيال ميديا في إن هو يعمل يعني دعاية لنفسه وبعدين يبقى عندنا أستاذ بقى هنقفل بقى ختام أمس. طيب ناخد باسم ممدوح، باسم ممدوح فري ستايل فوتبول أول واحد لاعب في الوطن العربي بيعمل مهارات الفري ستايل دي وهو مؤمن الأمين بس قدر يستغل السوشيال ميديا بشكل إيجابي ينشر الرياضة دي إزاي؟ وقدر يخلي الاولاد على الاقل تبدا تفكر ان ممكن تبقى السوشيال ميديا ليها شكل ايجابي مختلف عن فكره الاستهلاك. بس الفريستايل ده اللي هو الكوره حسابي الكوره انا باسم عندي 22 سنه بقدم استعراض الكوره ممكن تكون شفت فيديوهات كتير كده على السوشيال ميديا الناس كانت بتعمل استعراض الكوره تمام انا كنت لاعب كوره جوا في الاول لعبت في نوادي كتير جدا لحد ما وصلت لطلع الجيش وبعد كده حصل الوتر كان رجلي اتقطع ساعتها قعدت حوالي 5 6 شهور في البيت ما بلعبش كوره
خلاص تعب 6 سنين بالراحه بقى. ساعتها دخلت في حاجه اسمها فري ستايل فوتبول، ما كانتش معروفه قوي، كان هو ستايل فوتبول فجاه بدا يعرفها اللي اسمها حركات كوره. تمام. عجبني جدا الموضوع، ابتديت انزل اتمرن وكانت حاجه جديده في مصر. كان اول فيديو نزلته ما كانش حقق شهره قوي على الميديا عشان ما كانش مستواي قوي. تاني فيديو نزلته كان حقق حوالي 2 مليون ونص مشاهده. بعد كده في سنه 2018 خدت اول لاعب في الوطن العربي يلعب مهارات كوره كان محمد عينو. في 2019 عملت دخلت في حفله افتتاح كاس العالم مع كابتن شوبير، وعملت اكتر من 16 حفله في ساحه الصاوي، عملت حفله كونفرتير شباب الرياضه في كرامه منه، كرامه الدكتور كمان اشرف صبحي. بس عليها اللي هي كمان كلها افتتاحيات زي الباركور، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني لسه برضه عامل اعلان مع سامسونج كنت بطل فيه سنه 2019 كان بتاع كاس الامم. تمام. في فيديو جانب حلو كده ممكن بس اعرضه، اتمنى يعجبكم. او نفك القعده شويه او نلخص مثلا اللعبه بقى اللي انت شايفه مره ثانيه. شكرا، اتمنى يكون عجبك. شكرا يا مستر. الشباب يا اخي بيقروا بسرعه قوي. طبعا في مشاريع شبه كده اللي يقول لك انت بقى الكوره يعني كل الحاجات اللي بتاعت الشباب مهمه يا جدعان لازم ناخد بالنا منها. طيب نختم بقى المتحدثين علشان نبدا نتكلم على نبدا نختم الاسئله. انا كان عندي تصور دايما لسه انا كسبت الموبايل. انا قاعد اتصور دايما ان احنا كل اللي بنحلم بيه ان اولادنا او اخواتنا الصغيرين او الناس ما يقابلوش المشاكل الخاصه بالادمان او المخدرات او السجاير او كل الحاجات اللي بتضر صحتهم ايا كان هو بيعمل ايه، يعني يلعب كوره، يقف على دماغه، يعمل اي حاجه. فاعتقد ان السوشيال ميديا دلوقتي هي برضه نفس الادمان. يعني انا اتمنى ان الناس تبقى فاهمه ان السوشيال ميديا مش من منطق الادمان المؤذي، من منطق الادمان المفيد. فربنا يستر على الاجيال اللي طالعه، لان احنا في ايام ربنا يعني هنقفل بقى بعلم الاجتماع، راي علم الاجتماع في التغير المجتمعي اللي حاصل بخصوص السوشيال ميديا. معانا دكتوره عبد الحديدي استاذ علم الاجتماع مساعد كليه الاداب جامعه حلوان وعضو لجنه الشباب بمجلس الاعلى للثقافه. هتكلمنا عن التغير المجتمعي للسوشيال ميديا والقدوه من وجهه نظر علم الاجتماع. ولنا هنا نظر. يلا. طبعا لو جينا نتكلم اول حاجه للشباب هنقول
ان هم الكتله الاساسيه او الكتله اللي هي بتمثل العدد الاكبر من التركيبه السكانيه في المجتمع المصري، ان هم ايضا ركيزه اساسيه بيقوم عليها اي مجتمع من المجتمعات الانسانيه. هم بيمثلوا العمود الفقري او العمود الاساسي في نهج نهضه وبناء اي مجتمع من المجتمعات عموما. نقدر نعتبرهم ان هم همزه الوصل الاساسيه، هم اللي بيوصلونا او اللي بيربطوا ما بين القديم والحديث. وعلشان كده كل المجتمعات الانسانيه بتعتمد على الشباب في نهضتها وتطورها في مراحل التاريخيه المختلفه. وايضا نقدر نقول ان هم بيستلموا او بيستمدوا ومشعل البناء والحضاره من الجيل القديم ليستكملوا بناء المجتمعات الانسانيه اللي طبعا بتكون اكثر ازدهارا وتحضرا وتقدما بطاقتهم، لان احنا عارفين ان الشباب هم طاقه متجدده عندهم كتير، زي ما تم عرض المهارات والابداعات اللي هم بيقدموها، فهم فعلا طاقه طواقه الى الانجاز وتقديم ما هو جديد، وعندها القدره فعلا في بناء مجتمع افضل. علشان بس يبقوا محتاجين الفرصه اللي هي تسمح لهم بازاي زي ما استاذ مايكل قال، ان يكون في وعي والفرصه واتاحه الفرصه والثقه فيهم في امكانياتهم، ان احنا نسلمهم المشعر ده او طريق او الاداه الاساسيه فيه انهم يتولوا المسؤوليه بوعي. وعلى فكره احنا عندنا طاقات، يعني اذا كان في بعض النماذج السلبيه في الشباب، لكن عندنا القاعده الكبيره جدا نماذج ايجابيه على مستوى المجالات كلها، نماذج فعلا بتبشر ان بكره احلى من النهارده بكتير ان شاء الله. طيب لماذا القدوه بعد؟ كنا احنا قلنا ان الشباب ده بما انه هو الكتله الرئيسيه في اي مجتمع وهو العمود الاساسي، فاكيد القدوه لها دور كبير جدا. طب هل القدوه لسه ما زالت موجوده بشكلها التقليدي؟ اللي احنا عارفين القدوه دايما احنا بناخد القدوه دايما من المجتمع المحيط بينا، اما الاب او يعني الوالدين، الاب او الام او المقربين لينا، او اي المعلم في المدرسه او الاستاذ في الجامعه او في اي مكان من المجالات، بيبقى دايما لنا القدوه التقليديه بنحتذي بيها. فالقدوه تعتبر نقدر نقول ان هي بتلعب دور اساسي وجوهري في حياه او في تكوين شخصيه الانسان، لان هي بتقدم النموذج والاسوه والقدوه والمثل اللي بيحتذى به. وعلشان كده بنعتبر ان هي النبراس اللي بيوجه سلوكنا وتصرفاتنا في كل الظروف اللي احنا بنمر بيها. وعلى فكره القوه مش مرتبطه بفئه عمريه معينه، لا، ده احنا في كل مراحل حياتنا بنقتضي بشخص ما، دايما في قدوه في حياتنا. وعلشان كده موضوع القدوه ده هنجد ان هو حتى في اسس التربيه هو من اهم الطرق اللي بيركز عليها علماء التربيه، وجود النموذج او القدوه اللي بيحتذي بيها الانسان. وعلشان كده ليه بقى؟ لان عمليه الانشاء الاجتماعيه زي ما احنا عارفين ان هي في جوهرها هي عمليه تفاعليه، ان الفرد بيكتسب انماط السلوك وثقافه المجتمع من خلال اسس او مؤسسات الانشاء الاجتماعي، بيجي على راسها طبعا الاسره والمدرسه، واصبح دلوقتي الاعلام والاكثر قوه وتاثيرا اللي هي وسائل السوشيال ميديا. عشان كده بقول ان مفهوم القدوه ده تغير، ما اصبحتش الاسره فقط لا غير هي المرجعيه الاساسيه لابنائها او لافرادها، لا، فينا نموذج جديد من القدوه اللي احنا بنسميها دلوقتي القدوه الافتراضيه، دي من خلال طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي اليوتيوبر والبلوجر والفاشونيستا، وزي ما استاذ احمد قال التيك توك وقد ايه عامل ضجه مجتمعيه رهيبه، فاصبح دلوقتي في نموذج جديد. فلازم النموذج الجديد حل المضامين او المحتوى اللي بيقدمها السوشيال ميديا وتكون قدوه لابنائنا، هل كلها ايجابيه او احنا عرضنا نماذج ايجابيه وفي منها الكثير والكثير والكثير، لكن للاسف الاكثر تاثيرا والاسرع انتشارا هي النماذج السلبيه. علشان كده بنقول ان لازم الاهل والاعلام، يعني شوف انا بقول لهم مؤسستين مهمين جدا في عمليه التنشئه، الاهل او الاسره والاعلام يكونوا على وعي كبير جدا بخطوره مصطلح او مفهوم القدوه دي. ليه بقى؟ لان هي دي اللي هتشكل شخصيه الابناء فيه
المزدهرة. علشان كده بقول ان حتى الاعلام عليه دور كبير جدا في الفترة عموما في الفترة الجاية، خصوصا نتيجة ان في تدفق رهيب في استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وفي اقبال رهيب على النماذج اللي احنا بنقول او المحتويات السلبية. فعلشان كده بقول الاعلام عليه دور ان هو يسلط الدور على بعض او على القوة اللي احنا بنقول عليها الوطنية والثقافية والرياضية والفنية وفي كل المجالات، القوة اللي هي فعلا صنعت او خلقت لتكون نموذج من واقع الحياة وتمنع الاضطراب بتاعنا والمتاهة اللي احنا عايشين فيها، ويكون فيها فعلا تحقق استقرار في المجتمع ونقدمها بشكل جذاب. ما نسيبش والاهل عليهم دور ان هم ما يتركوش اولادهم لتفاهات السوشيال ميديا، وعارفين ايه المحتوى اللي المفروض يشكلوا وعيهم عليه ويوجهوهم في فترات، لان احنا عارفين نسبة مشاهدة صغار السن كمان واستخدامهم زي ما الاستاذ احمد قال. يعني انا هقول لكم تجربة غريبة جدا، عندنا في العيلة حد عنده طفل صغير عنده سنتين، هي بنت عندها سنتين، عندها قدرة رهيبة على التعامل مع الفيديو او اليوتيوب، وعندها قدرة رهيبة انها توصل لفيديوهات انا عن نفسي ما اقدرش اوصل لها، وبتعمل عندها سنتين وبتعمل داونلود لالعاب والفيديوهات معينة. فده يعني يدينا مؤشر خطير جدا ان احنا ما نفتكرش ان اولادنا هم ملهيين عننا مع التفاعل بالسوشيال ميديا. لازم يكون عندنا وعي ان هم في خطر حقيقي، ونبدا ننتبه ونبدا نتشارك معاهم في اختيار المحتوى اللي المفروض يركزوا عليه ويشوفوه كويس. طيب ليه بنتكلم بقى عن السوشيال ميديا؟ ليه لماذا السوشيال ميديا؟ زي ما انا قلت ان كلمه لماذا او اداه استفهام لماذا هي حاضره معانا على طول، لان احنا عارفين ان هي اصبحت بالفعل هي اسلوب حياه، اسلوب حياه مش هنقول للشباب ولا للنشوه ولا للمراهقين ولا للصغار فقط، لا غير، هي اسلوب حياه للصغار وللكبار، لكل المتفاعلين في ساحتها المختلفه. هنقول ايضا ان حتى مش ان لو احنا فينا نبص على الاحصائيات اللي بتدلنا ان هي فعلا اصبحت اسلوب حياه، هنجد ان الاحصائيات بتكشف لنا عدد مهول جدا من اقبال البشر على مستوى العالم على مواقع السوشيال ميديا. فمثلا الاحصائيات كشفت ان في تنامي كبير جدا لمستخدمي الانترنت حول العالم، فكان مثلا بيتمثل في مليون شخص عام 2005 وصل الى 3.9 بليون بنهايه عام 2018. لو كنا بس على استخدام حجم المستخدمين للفيسبوك وحده هنجد ان بلغ عددهم على مستوى العالم 2 مليار مستخدم. في على مستوى الوطن العربي نفسه 156 مليون مستخدم لوسائل السوشيال ميديا ومنصات السوشيال ميديا المختلفه. هنجد ان معظم الفئات او العدد الاكبر من المستخدمين هم من الشباب. هنجد ايضا ان مصر بتحتل المرتبه الاولى في استخدام الفيسبوك مقارنه بباقي الدول على مستوى الوطن العربي. هنجد ايضا ان تقريبا ان هي من اكثر او تاتي في المرتبه الاولى باستخدام الفيسبوك او الانترنت عموما بحوالي 50 مليون شخص يستخدموا شبكه الانترنت. فقد ايه ان في هنا يبقى في نقص خطر بالوقت، لان هنا معنى كده ان في اعداد كبيره في فئات عمريه مختلفه بيتعرضوا لمضامين او محتويات ايجابيه ومحتويات سلبيه. الخطر هنا مش في الايجابي، بالعكس ده يعني احنا بعد كده لما هنتكلم عن ايه هي ايجابيات السوشيال ميديا هنجد ان هي يعني متعدده وكثيره ومفيده في حياتنا وسهلت حياتنا بشكل كبير جدا، وبالعكس لها امتيازات وخصائص ايجابيه عديده. طيب لما نيجي نقول ليه التنامي ده؟ التنامي بتاع او زياده عدد المستخدمين للسوشيال ميديا والانترنت عمل ايه في حياتنا؟ هنجد ان هو يعني خلق او تولد عنه نوع جديد ونمط جديد من المجتمعات البشريه اللي بتعتمد على التفاعل، ما اصبحش التفاعل المباشر وجها لوجه، لا، اصبح في تفاعل عن بعد مع اشخاص انا ما اعرفهمش من مختلف انحاء العالم، كل اللي اعرفه منهم اما رموز او اسماء او ارقام فقط لا غير. فده بيديني نوع جديد من انواع
القناعات الإنسانية. عشان كده بقول إن هو خلق مجال جديد بيختلف عن المجال العام الواقعي المعاش، مش هبص فيه خالص. خلق مجال هو مجال العالم اللي احنا بنسميه ايه؟ مجال العالم الافتراضي. ده ليه خصائص مختلفة تماما عن المجال العام الواقعي. طيب لما نيجي نتكلم لازم اقول الجوانب الايجابية والجوانب السلبية، ما ينفعش. هي الجوانب ماشي. يعني ينفع نتكلم ما جيتش عن الكلام بايه؟ لا خلاص براحتك ان شاء الله مش شرط ايه. طيب بعد ما قلنا ان في تداني وان هي اسرع يعني اسرع وسيله او اسرع وسائط واكثر اقناعا، يعني تاثيرها وقدرتها على الاقناع اكبر بكثير من الميديا اللي احنا متعودين عليها. فعلشان كده بنقول ايه؟ ان احنا حاولنا ان احنا نتلمس بعض الجوانب الايجابيه وبعض الجوانب السلبيه ايضا، مش كلها طبعا. هنجد ان من الجوانب الايجابيه للسوشيال ميديا حاجه مهمه جدا احنا عايشينها، هي تلاشي فكره الزمان والمكان. يعني ايه تلاشي؟ يعني فكره الزمان والمكان دي ما عادتش موجوده، لان احنا ممكن نرصد الحدث والخبر يوصل لنا في نفس الثانيه ونفس الوقت اللي الحدث بيقع فيه في اي بقعه من بقاع العالم. يعني اذا فكره المكان اختفت، فكره الوقت الزماني اللي هو على ما يوصل لنا فيه هاتين لحظه في ساعتها وفي نفس وقت حدوث الحدث نفسه. هنجد ان هي اتاحت مساحه كبيره جدا من الحريه للبشر، لان هم ممكن يتفاعلوا وانا ما اعرفش مين اللي انا بتفاعل معاه. ممكن احط اي محتوى وهنا اقدر اتنقل من هذا المحتوى اللي انا صاحبته، فدي مساحه من الحريه كبيره جدا. ادت مساحه للحريه في ايضا التعبير وطرح الافكار والنقد الاجتماعي، حتى النقد السياسي والنقد المؤسسي. هنجد ايضا ان هي شكلت او كونت ما نقدر نسميه بشبكه او راس المال الاجتماعي من خلال شبكه العلاقات الاجتماعيه ومن خلال التواصل والتفاعل عليه. وهنجد ايضا ان هي خدمت الشباب بشكل خاص، يعني مثلا ان هي خلقت ليهم مجال للعمل، مجال انهم يتربحوا راس مال. طبعا مش هنتكلم عن الايجابي وعن السلبي. هنجد ان هي بتعرفهم في ايه هو المجالات اللي ممكن يستخدموا على قدراتهم ومهاراتهم فيها من خلال مجالات التوظيف المختلفه اللي بيتم الاعلان عنها. ان هي اتاحت لهم القدره على التجاره والبيع والشراء وعرض سلعهم، وبالتالي اذا هي ليها مردود اقتصادي على الشباب. هنجد ايضا ان هي بتستخدم كوسيله اساسيه في اطلاق العديد من المبادرات اللي بتكون ليها دور كبير في تنميه المجتمع ونماء المجتمع. فده اللي ممكن نقدر نقول عليه ايجابيات السوشيال ميديا الى حد ما، مع ان في وجود ايجابيات اكتر بكتير، بس انا قلت ان انا بس اشارات صغيره. طيب الجوانب السلبية، يعني بالرغم من الجوانب الإيجابية دي، هنجد إن في استخدام السوشيال ميديا طرح العديد من المشكلات نقدر نقول عليها أو اللي نقدر نقول إن هي خطر جدا ومضمن الخطر فيها المشكلات الأخلاقية. زي ما احنا بنقول إن هي عملت شكل من أشكال انتشار الفساد الأخلاقي، زي مثلا التنمر والتحرش الإلكتروني، زي مثلا التلاعب، زي التحايل، زي بث الشائعات اللي احنا بنعتبرها شكل من اشكال الحروب الجيل الرابع، اللي انا ممكن هنا اكون مستهدف ببث الاشاعه والاكاذيب حول شخصيه معينه او نظام سياسي معين. وبالعكس انا بستخدم كمان من اجل تاكيد الاكاذيب والاشاعات ما يسمى بالخداع الالكتروني. ده في قدره في التلاعب، زي ما قلت لحضراتكم ان في قدره في التلاعب في الفيديو، ازاي انا ممكن اتلاعب في المحتوى وفي الفيديو وفي الشخص نفسه، وبالتالي انا ببث هذه الشائعات والاكاذيب اللي ممكن الجمهور بيتعرض لها، ان هي تحظى بمصداقيه كبيره عنده جدا، وبالتالي تتاثر هذه الشائعات على الامن القومي وسلامه وامان واستقرار المجتمع. واظن ان احنا شفناها في الفترة الأخيرة قد إيه استخدام السوشيال ميديا بيتم استخدامه بشكل هدف منه زعزعة الأمن والاستقرار لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية. تسلم يا دكتور. أربع دقايق بعد ما قلت ثلاثة. والله ما تأكدنيش غير إن ستك مالهمش كلمة. ثلاث دقايق خدت أربع دقايق. ما
ماشي. شكرا دكتورة. طبعا تغطية انا شايف تغطية لطيفة جدا جدا، وجبتي كل الجوانب الخاصة بالجبيات والسلبيات للسوشيال ميديا. ممكن نفتح الصالة بعض الاسئلة الخاصة بالناس، بس انا مختلف معاكي في الدكتور فتحي ان سنتين ده بيمسك الموبايل ويفتح. سنتين ده يا جماعة اقل سنتين. سنتين ده محترم. سنتين ده محترم. ده ما بيدوس على نفس البتاع على طول. طيب احنا نفتح بالصاله، اللي عايز يواجه اي سؤال لاي مجموعه. نبدا بالدكتوره دينا. اتفضلي يا دكتوره دينا. حددي مين عايز تسالي وليه الفكره. يعني هو انا مش هسرح حد بعيني بصراحه. انا اولا بشكركم جدا جدا، الحقيقه المنصه كلها كانت ممتعه قوي وكلها معلومات قيمه جدا، بس انا عندي شويه كده يعني مش عارف الكلام هيعجب ولا لا. انا مبدئيا ما اعرفش نفسي، انا نفسي محاميه وعضو مجلس قومي للمراه ورئيس لجنه الشباب وعضو لجنه الشباب في المجلس الاعلى للثقافه. بشكر طبعا كل زمايلي على كل المجهود اللي حصل بالندوه دي. بس انا عايزه اقولكم على حاجه. احنا بنتكلم على السوشيال ميديا وبنتكلم على الزخم اللي احنا شايفينه، بس احنا بنتكلم عليه جوه قاعه في المجلس الاعلى للثقافه على ترابيزه، وفي ترندز طالعه بشكل كبير جدا جدا. ده ما بيقللش ابدا من وجود ندوه او وجود ندوات عامه، ولكن اللي انا عايزه اقوله ان احنا محتاجين نبقى عندهم او زيهم. يعني بمعنى ان انا لما اتكلم على السوشيال ميديا والتشالنج اللي بيحصل فيها، يبقى انا كان المفروض بمنتهى البساطه افكر ان اعمل حاجه كرييتيف جدا على السوشيال ميديا علشان اقول ان انا عندي تشالنج عالي قوي على السوشيال ميديا في الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه. تمام. الحاجه الثانيه انه لطيف قوي وانا عارفه انه احنا عندنا سلبيات كتير. تيك توك مثلا، بدل ما كنا بنفكر ان احنا ازاي نقدر نستخدم التيك توك، وبدا في اول الكورونا الموضوع بدا ظريف وايجابي الى حد ما، هوبا مره واحده الموضوع فجر جدا، بدا الناس تقبض عليها، بدا الموضوع يمشي في اتجاه مش المفروض كان يمشي فيه. ده ليه؟ ده لانه زي ما بالظبط استاذ مايكي كان بيتكلم والاساتذه الاخرين بيتكلموا، ان احنا ما قدرناش نجري معاهم، فقررنا ان احنا نلجم علشان احنا مش عارفين نعمل ايه. فانا شايفه انه بدل ما نفضل طول الوقت بنبص للسلبيات ونقول ان احنا عندنا سلبيات ونقول ان احنا الدوله مش قادره تمشي ورا ده، احنا بقى كشباب المفروض انه قوتنا بان احنا نظهر جدا الجانب الايجابي اللي ممكن تعمله السوشيال ميديا. طب تعالوا كلنا ان احنا نجيب كل الناس اللي زي مايكي وغيره بيعملوا ايه على السوشيال ميديا ايجابي قوي، ونحطهم في فين ونطلعهم باسم مؤسسات الدوله. الناس دي مش قادره توصل، الناس دي بتوصل باكونتس شخصيه ليها او مش عارف يعني ما عليك، سواء هم ده ربح بالنسبه لهم او مش عارف ربح بالنسبه لهم. مش ربح، مش دي قضيتنا، انما قضيتنا ان احنا نطلع ناس زيكم بتعمل حاجه ايجابيه بس بشكل مختلف. القنوات الشرعيه اللي حابينها دي الناس اللي في كل حاجه بتشتغل على السوشيال ميديا. بالظبط كده. انا هنا ضربت اكتر من عصفور بحجر واحد. في الاخر في الاخر انا بنيت انه لا، زي ما في الوحش زي ما في الحلو زي ما بالظبط. يعني استاذ بيتكلم ان انا فضلت طول الوقت بظهر حاجات مش كويسه، في الحقيقه هو مهم النظر ان في حاجات مش كويسه. ليه؟ لانه زي ما قلنا طول الندوه في دلوقتي قضايا للاسف بتمشي بالسوشيال ميديا. وان السوشيال ميديا اداه قوه. فحلو. جمعيه رساله اللي بتشتغل على الجمعيات الخيريه واللي ما كانتش ناقصه ان هي توصل لناس، عامله جروب تبعها اسمه انا ودعمي مساعد الغير. لو تشوفوا الجروب ده عليه كميه ناس قد ايه؟ ناس فعلا بتقدر تساعد على قد ايه؟ فاكر جدا وبدوي. فهنا
الناس بدات تمشي في القنوات، احنا لسه عمالين بنتكلم احنا هي القنوات دي حلوه ولا القنوات دي وحشه؟ لا احنا محتاجين نبقى اسرع من كده ومحتاجين نبقى ايجابيين اكتر من كده. لا مش اخر حاجه هقولها. ماشي سيطرة. لا اخر حاجه هقولها. انا عملت كده انا بقيت لا انه احنا في تشالنج عارف كتير من اللي احنا بنتكلم فيه واللي هو كتير في الندوه دي وهو الغفران. في فعلا خطر كبير مش معناه انت عندك تشالنج مش ان انت تقفل على الاطفال السوشيال ميديا ولا لا، انت للاسف عندك خطر بان الاطفال بتشوف حاجات مش المفروض تشوفها وفي نفس الوقت مش تقدر تمنع الاطفال لان هو بقى منفتح غصب عنك على ده، ولانك لما تمنعه يبقى انت بتنقي شخصيته. فانت قدام تشالنج انا اعتقد ان احنا محتاجين ناس تفيد في القضيه دي بقى ان احنا ازاي نتعامل معاها. انا اشكرك جدا طبعا بس انا فاكر انه مهم جدا حتى انا بفكر في الجزء الثاني من الموضوع لان في تعرف اقتراح الاستاذ فتحي والاستاذ مايكل بس بايه انا بتعامل مع السوشيال ميديا بشكل عام. تمام حتى لان انا بسيطه استاذ عمرو اتفضل. مساء الخير عليكم. هو برضه مش اسئله بس انا هو بس سؤال بتاع مايكل. هو فكره الزيتونه زي ما حضرتك ما اتفضلت تقول فكره احنا بنشوف بدل بس تقرا كتاب تاخد الملخص او الفكره الزيتونه الفكره فتعرف يعني دي ده الكونسيبت بتاع الزيتونه في الاول صح؟ هترد لما يخلص اقول له اصلا لا انا عايز اعرف هو ده كده صح بس ولا لا؟ طيب بص هو انا كنت رايح اقرا كتب زمان كان عندي تشالنج كبير جدا ان انا عشان كنت عايز اجيب كتاب ورايا كنت بدور الكتاب ده هل هو يعني كتاب كويس ولا لا زي اي حد يعني. فانت كنت بتعمل ايه؟ بدور على حاجه اسمها ريفيوز. الريفيوز دي حاجه موجوده في العالم كله. فالفيديو بتقول لك الحاجه اللي موجوده جوه الحاجه دي عشان تعرف انت الحاجه دي بالنسبه ليك ولا لا. بالنسبه لموضوع الكتب فالريفيوز العربي بالذات كانت قليله جدا او كانت تكون منعدمه. فكره الزيتونه هي تقديم ريفيوز او لو انت حابب تسميها ملخصات سلكيه بس في الاخر انت انا يعني استشفت السؤال على فكره عشان كده بجاوبك في الكويس. هو الفكره في ايه؟ انت قدامك مثلا هو انا كده بتكلم صح ولا انا عايز اعرف بس هو فكره الزيتونه اللي هي يعني هو قصده مش بتلخص عشان ما يقراش انت بتلخص عشان يقرا بالظبط. هو في تو كاتيجوريز للناس اوكي لما واحد بيقرا كتب اصلا هو عايز يعرف الكتاب ده كويس بالنسبه له لا لان هو مثلا هيبقى حد زيي فيعرف الكتاب ده ايه الكونتنت بتاعه فبالتالي شغال ولا لا. الكونتنت اصلا مش كتير في الشات عندي يعني هو عجبني كتاب انا قررت ان انا اجيبه وانا اوريدي بقول كده ماشي. طيب في ناس ثانيه هي اصلا مش بتقرا طبيعي ان هي ما بتحبش تقرا فيكون الاحسن ان هو يخد ريفيو على الكتاب احسن ما يقراش خالص يعني اوكي يعني انت ما بتقراش الاحداث يعني البطل يا البطل بيحبوا بعض دي الواية دي الواية بتتكلم عكس الواية يعني غالبا يعني معظم الكتب تبقى يعني الكتب فيها باخر بلد استفادة مباشرة. طب هو انا السؤال ده عشان برضه انا ما بقولش تعقيب على حاجة ما كنتش متأكد منها فعلا اقصد لا ابوك انا لسه حرام. طيب انا في وقت من الاوقات كان حصلت لي صدمة في جملة شاف بيتشاف الامر كله كان بيقول المبدا الشيطان معبود الرياح من قال لا في وجه من قال نعم. فكانت تكون صادمه شويه ليا وانا لسه في سن صغير في الاعدادي او ثاني اعدادي. لو نقول قدوه ليه زي ما الدكتور حسين بيقول انه الناس بتروح للقدوه السيئه تيجي السينما او الاعمال الفنيه تظهر الشخص الشرير فكله بقى عايز يقلده. الحقيقه هي جت فكره الشيطان لان الشيطان مختلف شاذ كائن شاذ عن بقيه المخلوقات السويه جدا فبالتالي الاختلاف ده معنى من انواع او شكل مشاكل التميز. اكتر فئه عايزه تتميز هم الاطفال والشباب عايزه مختلف عايزه الناس تبص عليه فبالتالي هو بيروح للشاذ للسلبي اللي حاسس ان انا لو عملت غلط الناس هتشاور عليا. فبالتالي انا وجهه نظري ان فكره القدره لما اجي اتبنى كمجتمع او كصانع للدراما او كصانع للاعلام هو مهم هم على مستوى الدراما يكون في اتجاه سمت وتسويس في الاخر للشر والخير ولا ما يبقاش في دراما. لكن فكره الوعي هنا في ان انا اقدم دراما وراعي الجذاب النفسي للطفل والشاب بشكل ما هو ده الموضوع يبقى كده هروح لمنطقه الوعي. انا بقدم ليه وليه؟ وازاي؟ المشكله النهارده انا بصراحه مشفق على الدوله المصريه جدا، مشفق عليها جدا، لان اعتقد مش كلمه انا بدي السوشيال ميديا هو الاعلان الاساسي، شيء اولي. واعتقد
قوي في في العروض العسكريه، لكن هو برضو انت بتواجه نوع من الفضاءات ومن الاعلام ملوش خط، ملوش تنظيم، ملوش بلانز، هجوم من حاجات كتير، وبالتالي انت ما بتقدرش تواجه هذا الكم، ما بتقدرش تكون واعي ده بيأثر ايديولوجيا على ايه. افكار العولمه النهارده بقت مهوله جدا جدا جدا. انا ما اعرفش ايه الطريقه، بس انا بقول من وجهه نظري الموضوع مخيف قد ايه، لان هي حاجات ما تقدرش تمسكها بايدي. انت بتتكلم في تاسيس الفرد والوعي وتسيبه هو ينطلق مع الدنيا، مش كامل. انا مش هحسب انه مثلا اللي بينجذب نحو محمد صلاح هو قدوه للشباب كلهم، هو النموذج الايجابي، لكن هم ما انجذبوش، ما شافوش التدريب الشاق والاراده والشهور والجد والتعب اللي هو بيتعبوا عشان يبقى في المكانه دي، هو شافه هو بيجيب الجول. عشان كده انا سالت الاستاذ مايكل، هي فكره ان الكتاب بيتكلم عن كذا، بس هو قرا الكتاب كله، بس هو قرا الكتاب كله، لكن انا لما اقرا الموقع واشوف الموقع بتاعه انا حاسس بالموضوع جدا. لا 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 انا بتفرج عشان تعرف انك تنجذب انك تقرا كتاب ولا لا. اذا يبقى انا المساله في الاول، عشان كده روحنا لشكل ايجابي حقيقي. يبقى لازم تجرب الشعر، يبقى لازم بالظبط، يبقى لازم، لان انا مثلا سمعت كلمه الزيتونه دي بقى فكره الزيتون اللي هو الزيت الطين، واللي هو الافكار اللي كم الصلاه اللي في هذا النبات يعني. فبالتالي انا وجهه نظري انه احنا علينا ان احنا نرسخ فكره الوعي اهم. انا ما بتخضش قوي من فكره السوشيال ميديا انه زي ما سمعتها لازم طبعا نروح لهم. لا عفوا اقل وبقلل كلامه. خلينا نقول ان الاختلاف صحيح مهم، بس نراعي بوعي شديد الجذاب النفسي من ناحيته. خلينا نقول ان السوشيال ميديا شئنا او ابنا هو الاعلام الاساسي، لكن لازم نلاقي طرق وسبل كثيره من الدول النهارده يكون فيه اهتمام اكثر ليها، عشان نقدر نتماشى ونخش فضاءات واجواء مفروضه علينا. مهمة جدا فكرة، وانا بتكلم عن قدوة السوشيال ميديا بتحافظ على الهوية قوي، يعني حتى الدولة لما تبتدي تخلق سبل وطرق واشكال كتير من السوشيال ميديا عشان تخش في هذا التنافس الفظيع، معيار الهوية ده مهم جدا. هويتنا وثقافتنا ده مهم، وازاي وعي شديد للجيش ده تقيل انه يوصل بلغة الشباب البسيطة. شكرا استاذ عبد. شكرا. للتأكد من صحتها وعدم صحتها ونشر الإشاعات، يعني
يعني احنا بنتكلم ان المستقبل القريب من وجهه نظر برضه مايكل، لازم نحط بدائل بدل ما نقول ده وحش، بس بنقول ان المستقبل القريب بيتطلب ان يبقى عندنا مساحه كويسه للولاد ان هم يبقوا صانعي محتوى بشكل مؤثر، يليها بيئه من الدوله ليها قنوات شرعيه للتعامل مع هؤلاء صانعي المحتوى جوه مؤسسه تستطيع ان تسيطر على فكره الكذب او الاشاعه او المعلومات المغلوطه او 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 احنا النهارده بقت صناعه من منطقه الديب فيك برضه اللي انت قلتها. انت النهارده في ناس بتعمل اكونت فيك بتعرض بيها مواقف مختلفه عن الشخصيات العامه وتخش تغير في موضوعات. احنا النهارده عندنا صفحه على فيسبوك بتقول افتح متحرش بتتكلم عن واحد المفروض بيعلم الناس ازاي يستقصوا حقيقه شيء ما، يعني صحفي بيتكلم عن ازاي يدور على الحقيقه هو متهم بالتحرش. احنا دلوقتي في المجتمع اعتقد واقفين في موقف حرج ان اللي بيعلم الناس الفضيله او انه يدور على الحقيقه ازاي اللي اتعلموا منه بيتهموه بالتحرش وبيطبقوا عليه المنهج اللي هو علمهم في التقصي عن الحقيقه واعلانها. هنحط جنبها انه برضه الدوله اللي بتعمل مساحه حره للست اللي بيحصل لها ده او للبنت اللي بيحصل لها ده انها تكذب المعلومات بدون ما يؤثر على سريه المعلومه وتداولها. يعني كمان بقى في اتجاه من الدوله تجاه المشكله اللي تم طرحها على السوشيال ميديا. كمان في نظره للمجتمع بقت مختلفه، يعني البنت بتخاف تقول ليه ان حصل لها تحرش او 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 لان المجتمع هيتقال عليها كلمه مش حلوه بعد شويه. لا، بما ان بقى في سريه وبما ان بقى في قدرة عند الأمن أو النائب العام المصري إن هو يعمل كده؟ إيه؟ آه بقى قانون. أنا قصدي إنه تعالى نحط فكرة صانع المحتوى أو السيطرة المعلوماتية في منطق الجدل على السوشيال ميديا علشان نطلع بحاجة مفيدة للمجتمع، لأن اللي عنده سنتين بعد 10 سنين ما أعتقدش إنه هيستنى يوم واحد. لو فضل عنده سنتين بيمسك الموبايل زي ما أنتم بتقولوا وده مخوفني. فأنت ماسك سنتين وبيفتح ربنا يستر. انما عنده سنتين بيمسك الموبايل بعد كده لما يوصل بعد 10 سنين اللي هو 2030 اللي احنا بنقول عليه مستقبل مصر، ما اعتقدش ان احنا هنبقى قادرين على السيطره عليه لو ما بدأناش من دلوقتي. عامة ندوة سرية بتتمنى، يعني بتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا زي ما انا اتبسطت. بس لو سمحت يا استاذ احمد انا عندي بس مداخله. ارجوك خش بقى مداخله من الصاله. كيلو من استاذ عمرو اختلف معاه تماما فيه. السوشيال ميديا لن تكون ابدا في يوم من الايام هي الاعلام الاساسي. بسبب ان هي تفتقد للمهنيه وتفتقد للمصداقيه، ودي نقطه في غايه الاهميه. وخليني اتي حضرتك مثال واحد بس، لما في ازمه كورونا كانت فرصه ذهبيه للاعلام المصري ان يكون هو القائد في هذه الجزء، لان بكل بساطه احنا كنا بنشوف السوشيال ميديا بتقول شائعات على كورونا بصوره كبيره جدا، في حين ان احنا مصر كلها كانت بتستنى التقرير بتاع وزاره الصحه عشان تاخد المعلومه فشبكات التواصل الاجتماعي لحته المصداقيه فيها لا نستطيع السيطره عليها. الجزء الثاني حضرتك بتقول لا يمكن السيطره على شبكات التواصل الاجتماعي، لا يمكن السيطره على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكن السيطره على شبكات التواصل الاجتماعي بصوره معلوماتيه وليس بصوره امنيه. والامارات على سبيل المثال لها تجربه رائعه في السيطره على شبكات التواصل الاجتماعي. وهدي سيادتك مثال، انا كنت في احدى الزيارات الرسميه في الامارات، فكنت من ضمن المهام العمل بتاعتي الجهات الهامة في المجتمع المصري ان انا بتابع بشوف الاتجاهات لبعض القنوات المعادية للدولة المصرية. وانا في الامارات بدخل على الصفحة دي قالت لي انت حضرتك فلان الفلاني رقم الباسبور بتاعك كذا، انت تدخل على محتوى مضاد للدولة الاماراتية مش مسموح انك تدخل. فالسيطرة جائزة ولكن هي تحتاج مصادر. مداخلة بتاعت حضرتك كنت بتتحدثي عشان نصل ل المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، اذا نصل ليهم يجب ان احنا نتحدث بلغتهم. وللاسف يجب ان نعترف ان الدوله المصريه الرسميه ليه فاشله في ان هي تصل او تحقق نجاح موازي للنجاح للبلوجرز او اليوتيوبر او الانفلونسرز على السوشيال ميديا، لان ببساطه احنا بنتعامل رسميا مع شبكات التواصل الاجتماعي على انها تعامل مؤسسي تخضع للقوانين والقواعد لاداره اي مؤسسه، في حين ان شركات التواصل الاجتماعي
يجب ان يكون يعني كريتيفيتي عندها عاليه سهولنا. ويا استاذ احمد اسمح لي اضيف لحضرتك مبادرتين. ده لا انا على النصر مش سيادتك مبادرتين الديمقراطي. في ملخص الجلسه احنا شبكات التواصل الاجتماعي عشان حضراتكم تبقوا عارفين في غضون السنين القليله القادمه سوف تختفي. فيجب ان تستعد الدوله المصريه ليها. الشبكات سوف تختفي. السوشيال ميديا تماما سوف تختفي. فيجب ان نستعد زي ما دكتور مايكل اشار ان الدوله المصريه فجاه اكتشفت ان في شبكات تواصل اجتماعي. وبعد احداث 25 يناير وما الى ذلك احنا دلوقتي شبكات التواصل الاجتماعي دي تختفي فعليا وداخلين على ويف جديده من التواصل من خلال الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي. والفيسبوك نفسها اكبر شبكه معلوماتيه في العالم بتستثمر في الواقع الافتراضي لان هي عارفه ان في غضون سنتين ثلاثه ماكسيموم اربع خمس سنين هتلاقي الوضع اختلف تماما. فيجب على الدوله المصريه ان هي تبتدي تستعد باكرا للموجه الاقتصاديه الجديده وهي الوضع الافتراضي. النقطه الثانيه او المبادره الثانيه يجب على الدوله المصريه ان هي بما ان احنا بنتكلم عن صانع المحتوى ان احنا تؤهل صناعه صانع المحتوى في المجتمع المصري. بمعنى احنا عندنا مهاره في الاعلام او تقنيه في الاعلام اسمها اعلام الهدف المحمول. اعلام الهدف المحمول دلوقتي بيستطيع البلوجر او صانع المحتوى ان هو يصنع السكريبت ان هو يصور الماده ان هو يمنتج الماده ويبث الماده من خلال الموبايل بس. ودول كتيره دلوقتي بتتحول في البث بتاعها لتخلي عن كل المعدات البث التقليديه والانتاج بالموبايل بالايفون تحديدا فقط. فاحنا ممكن وزاره الثقافه هي تطلق مبادره لصناعه المحتوى او تاهيل صانع المحتوى على شركات التواصل الاجتماعي من خلال امدادهم بالمهارات. وعايز اقول لحضرتك ان المهاره دي في غضون ثلاث ايام بس من خلال الاعتماد على اعلام الهاتف المحمول نقدر ان احنا نصنع يعني صانع محتوى متميز على شركات التواصل الاجتماعي. شكرا لك. شكرا جدا دكتور فتحي. بس اسمح لي نزود نص دقيقه كمان ونطلب منك الكتاب اللي انت خدت عليه جائزه الدوله التشجيعيه وكمان انا الكتاب معلش في اضافه مهمه الكتاب اللي انا خدت عليه جائزه الدوله التشجيعيه في عام 2020 كان بيتحدث عن الحركات الاجتماعيه من الواقع للبيئه الرقميه. كيف استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي والبيئه الرقميه ان تنقل الاحتجاجات على ارض الواقع الى البيئه الرقميه ومن ثم تعيد التاثير مره اخرى على ارض الواقع وتقوم بالتاثير على الشبكات. وركزت في الكتاب على نقطه غايه الاهميه وهي اليه عمل الميليشيات الالكترونيه وكيف الميليشيات الالكترونيه تسيطر وتوجه وتجند الشباب في البيئه الرقميه. ووضعت استراتيجيه عن كيفيه مواجهه البيئه يعني عمليات غسيل الادمغه للشباب بشكل عام من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. بس هو يعني شرفني ان انا اسمه ايه؟ الواقع الافتراضي. الكتاب اسمه الحركات الاجتماعيه من الواقع للبيئه الرقميه. نختصر الطلب. ده ضد المشروع يعني الكتاب نفسه. شرفني. شكرا دكتور، شكرا لكم جميعا. اعتقد ان الموضوع ده مش هيخلص كمان ولا اثنين. اعتقد الموضوع ده لازم يبقى نزله نبدا نشتغل عليها بشكل مختلف. مستقبل خاص بالواقع الافتراضي اللي طرحه الدكتور. احنا يعني اتمنى ان احنا بس نعمل يعني نلغي طوبه في المعيار كده الخاصه بالسوشيال ميديا الاول علشان نعرف ان نوصل لايه، ان احنا ما عندنا تصور للواقع الافتراضي. واعتقد ان احنا لو قدرنا نؤهل صانعي المحتوى هم هيبقوا ملهمين لهذا المستقبل القريب وهيبقوا قادرين يؤثروا فيه ويغيروا. اشكركم شكرا جزيلا وبتمنى ان الندوه تكون تقيله زي ما كل الندوات بتبقى تقيله عليكم كده وانتم مشتاقين نفسكم دلوقتي وبتناموا يعني خلاص خلصنا يلا خلصنا. طيب شكرا اشكركم شكرا جزيلا ويعني مرحبا بكم طول الوقت في مجلس الثقافه لجنه الشباب. الف شكر. شكرا.